شحال داك الخير؟ هذا 110 سنتيم. 110؟ 110. عطيهم النمرة الأخ، عطيهم النمرة الأخ كريم. الأخ تهربان متصاور. لا مكتب والحولي غالي، الحولي غالي 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 تالين زعما واصل وكاينه من 120 130 80 90 الدرويش العام الدرويش من الله هادشي اللي كديروا نتوما ديالك شمن كنديروا عادي البلاد عادي سوق زين ثمن الحشو ثمن كله ودقه هذه بشحال الثمن ديالها؟ عاطينا 77 77000 جملة 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 77000 الثمن واش بحال العام اللي فات ولا زيد؟ لا شوية زين زيد شي شوية على العام اللي فات اشنو هي اشنو هي؟ المرقد هذا زعير كي دايروا مع الدروش؟ الدروش غادي يكون هذا؟ راه ما كاينش سولو درويش دابا راه كاين شي عيد كاين القدر ديالو كاين العيد ديالو كاين موجود الخير الخير موجود كل ما يعيد حتى واحد ما يبقى بلاش ألف غالي مصاريف راه كل شيء ألف غالي العلف والسنك السنك ماشي مشكل ايه ولا مالو ما واش مشكل راه كل شيء غالي هو دابا راه 10 درهم واحد شويه غادي يديروا لك 60 درهم ولا 80 درهم هي القليلة مرحبا سيدي مرحبا مزيان الحمد لله والله السوق مزيان السوق السبت واش كيعمر ولا ما كيعمرش تيعمر مزيان هذا شوف السلعة على عينك راه عامر مزيان السوق والثمن هو مزيان مالهم كلشي غيعيد ان شاء الله باذن الله كيدير الأثمنة والله إلا كاين الثمن وزيد على 500 درهم ماشي مشكل زايدة هي اللي زايدة على السوق ديال العام الأول يعني زيادة 500 درهم شنو السبب ديال الزيادة؟ راه الناس محل الاعلاف راه معلفة الناس بزاف اصاحبي الله يكون في العون الله يكون في العون اصاحبي هذه 64 ونص هذه 65 ونص هذه عام اللي كانت هي ب 50 هذه الماركة 48 47 56 52 على حسب شنو المرقد هذه؟ هذه مرقد خريبكة هذه الأغلبية كتجيب من خريبكة وبني خيران وسهول وزعير جميع الناس كاينين تتجمعونا في السوق درويش مع عيد التعامل ويا ماشي عيد الحمد لله ثمن الخروف ب 2000 درهم مالهم يعيش الحمد لله وحوالي ب 50000 ريال ولا 60000 راه بارك الله يجعل البركة كاين لا ثمن لا والو والله ما كاين شي حاجة بالله كان الثمن في الوقت دابا بدا يرجع السوق بدا يرجع السوق والله اسباب راجعه للعلف والعلف العلف العلف خت العباد الله راه السمينه ثلاثه صحيحه السمينه ثلاثه ديك العينه والله يكون في العوره بلاد ما عارفش هما تيقول الثمن ثمن وما هبطوش على الفلاح وشافوا حالته كيفاش دايره قدام الدواء والعلف والدواء والضياع ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.